بقى احنا في عندنا الاجهزه الكهربائيه بدات اسعارها تنزل، وانا اتذكر قبل رمضان كنا بنكلم استاذ جورج سيدرا وكنا بنتكلم معاه على مساله الانخفاضات ويا ترى هتسمع في السوق وما الى ذلك، فقال لنا اول ما هتبدا تخش اجهزه جديده على اسعار الاستيراد الجديده مع الانخفاضات بتاعه سعر الدولار ثق انها هتسمع في السوق. وده اللي حصل، انه خلال الكام يوم اللي فاتوا، مع انه خلي بالك الكام يوم اللي فاتوا دول الايام بتاعت موسم الشراء، برضه صححنا جورج بيع دي ايام الشراء علشان العيد بقى والناس اللي بتخطب واللي بتتجوز واللي بتكتب كتابها وكل الكلام اللطيف ده، فالاسعار بدات تنزل تقريبا 10-15%. انا احب ان انا بص انا رجل التخفيضات، انا احب تخفيضات الاسعار قد عينيا الا في مرتبي، تخفيضات الاسعار مرتبي احبه يزيد عشان انبسط وزقطط. هنا ارجع على طول لجورج بي سيدرا رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرفه التجاريه بالجيزه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ اهلا بحضرتك. زي ما حضرتك قلت لنا هو هتسمع في السوق مع استقرار سعر الصرف، تخش بضاعه جديده هتلاقونا بننزل اسعار. مظبوط يا فندم، نزلت 10-15 مش كده؟ مظبوط يا فندم. اللي حصل انا كنت مع حضرتك في حلقه 25 فبراير، صح، وقلت لحضرتك هيحصل تخفيضات على فترات قريبه وهتصل لحد 15%، لان انا بحسبها بالورقه والقلم، انا مش بقول كده يعني بال انا لو عليا يعني محبب ما عليا رب حاجه تنزل 50-60% مثلا، لان احنا بنمر بمرحله ركود جامده جدا يا استاذ. انا وصلنا لمرحله ركود وصلت ل 80%. صعب اللي حصل ان اول ما بدات السعر الصرف يتظبط بدات في قوانين الصرف وبدا التعديلات اللي حصلت. حصل التعويم ان الدولار من 31 بقي الدولار الجمركي، وصل لحد 48 و47، يعني تقريبا 47.5. مظبوط. اذا حصل نزول في سعر الصرف وحصل تعديل في الدولار الجمركي. مظبوط. ده عليه قيمه مضافه بتضاف عليه، فبرضه بتتحسب على ال 48 مش على ال 31. حلو. فحصل توازن. انا كل اللي عايزه، مش عايز اقول لحضرتك انا اتمنى، لا عايز الاسعار تنزل قوي ولا تزيد قوي، عايز الاسعار تستقر. حته الاستقرار في حد ذاتها بتعمل انضباط للسوق. طبعا. بدليل حضرتك الفتره اللي فاتت، اولا احنا ما عندناش حاجه اسمها اوفر باي. وانا كنت حاربت لهذا الكلام، والحمد لله اقدر اقول ما عندناش كلمه اوفر برايس دي موجوده خالص دلوقتي. احنا بنشتغل لست، وصدقني تحت اللست. وبدات بعض الشركات تعمل عروض. انا عندي شركه كبيره عندها ثلاجه غاليه في حاجه ب 60,000. الله. عرضت شاشه 32 هديه على الثلاجه. حلو ده. عندي بعض الشركات قالت لي في نقط، اللي هياخد مثلا 500 نقطه انا هدي له 5,000 جنيه. النقط دي بمعنى التلاجة دي عليها 7 نقط، الفريزر ده عليه 5 نقط، البوتاجاز ده عليه 3 نقط، المهم انت بتاخد عدد بضاعة بتوصل ان انت بتخفض، يقف تقف النقطة بمية جنيه. ماشي. طب انا لو خدت 7% خصم اللي هي النقط دي على التلاجة يبقى نزلت 700 جنيه. هيحصل نزول، هيحصل. لكن اللي بيضايقني يا استاذ يوسف النهاردة، قمت على المواقع الالكترونية كلام على اسم الشعبه، شعبه الاجهزه الكهربائيه بتقول فيه تخفيضات 35%، ولقيت مجموعه مواقع الكترونيه كثيره جدا. فانا اللي عايز اقوله يعني عايز اقول لهم بعد اذنكم يعني التزموا، المفروض انا رئيس الشعبه ارجع ليا، انا ما عنديش، لو عدي حد ليه تفويض بكتب له تفويض من الغرفه وبختمه له، لان ده بيعمل بلبله في السوق. طبعا. لكن هيحصل نزول، هيحصل نزول. أنا عندي تقريبا في الفترة اللي جاية دي هينزل تاني حوالي 5%. يا رب. فهيحصل توازن يا أستاذ يوسف، هو المشكلة إن إحنا يعني بس الناس نصبر شوية، وأديك شايف السوق بقى نايم جدا، التجار على فكرة بتهاجمني زعلانين، لأن إحنا بنقول للناس ما تشتروش إلا للي محتاج. ثانيا ما تنساش حضرتك في 23 أغلبية الناس اشترت اللي هي جوازاتها في 24 و25. فهيحصل ركود، حصل ركود. النهارده ما فيش بضاعه بتتباع ابدا، ده انا عندي ناس قبل العيد صدقني بيطلبوني يقولوا احنا ما استفتحناش. فيعني انا عارف ان هي فتره ومرحله بتمر بيها اقتصاديا، لكن الامور اتظبطت وده في حد ذاته نجاح. وزي ما حضرتك قلت الاستقرار السعري في حد ذاته مكسب. طبعا طبعا.
طيب. يعني انا مش يعني مش عايز اقول بس يعني مش عايز يحصل الاعلام يسبب بلبله. انا على فكره دايما بحب اتكلم على القنوات المصريه وبجد مش مجامله لحضرتك. الله يخليك. انا بتشرف لما بعمل مداخله معاك. لا والله ده شرف لينا والله بجد. وانت عارف مجموعه القنوات المتحده دي انا بحترمها جدا، وانا يعني على ثقه بان دي مواقع محترمه وهتلتزم باللي بنقوله. الله يخليك. يعني عايز بس اناشد المواقع الالكترونيه يخف شويه. ما هو احنا بقى ما يعني ما لناش دعوه بصفحات ومواقع مش تبعنا الى اخره. يعني زي ما حضرتك قلت في النهايه خالص، سواء اذا كنا احنا هنا في الاولى او بقيه اصدقائنا وزملائنا في الشاشات المختلفه التابعه للشركه المتحده، فاحنا بنروح للمصدر. زي ما جينا كده رحنا لجورج بي مباشرة، فهو بيصرح على الهواء بالوضع الحالي فيقول وبنتوقع بمنتهى الدقة بنتوقع 5% كمان، فيبقى عندنا ساعتها تخفيضات من 15% لـ20% وما إلى ذلك. ما يرضيش حد أنه يحصل ركود. أنتوا عايزين أكيد. تشتغلوا أنا عارف أكيد. أقول حاجة تاني بعد إذنك. طبعا. إحنا الفترة اللي جاية دي السوق إحنا قلنا في عرض وطلب، صح، وده أنجح حاجة، بدليل لما المعروض اتوفر والطلب قل الأسعار بتنزل. يبقى هنا القانون ده قانون عادل، قانون مضبوط. طيب أنا عندي لو حصل تعديل في سعر الصرف، نفترض سعر الصرف هدي شوية، المفروض الدنيا تهدى معاها. طب نفترض طلعت تطلع معاها، صح، في الحدود المصرح بيها أو المسموح بيها، يعني زدنا 5% يبقى تزيد 5%، صح، زدنا 2% يبقى 2%، نزلنا 5% يبقى نزلنا 5%. يعني اقصد السوق ده المفروض ان الترمومتر العمله هي الترمومتر اللي بيتحرك بيه السوق. فانا مش عايز العشوائيات والتصريحات اللي تخلي الناس تتخض. يعني انا لما يقوم واحد يقرا مثلا خبر يزعجه ده بيأثر على السوق كله. انت حضرتك مش متخيل اللي ادى التصريح بان في تخفيضات 30 و35%، في ناس رفضت الشراء تماما. مين اللي صرح بده جورج بيه؟ ده عضو مجلس اداره معانا، في هو شاب صغير يعني. وقبل كده عمل لنا برضه كذا مشكله، واحنا يعني بنحاول ان احنا نتلاشى هذا الكلام. طب ليه ما تقعدوش معاه وتقولوا له التصريحات اللي هتطلع من الغرفه بتطلع من رئيس الشعبه وخلاص؟ على فكره ده معترف بيه، هو فعلا ما يجرؤش حد يطلع المفروض الا بجواب. وطبعا الكلام ده هيتاخد فيه اجراء، بس هو الموضوع بيعمل بلبله في السوق. النهارده حضرتك ما تتخيلش السوق كله وقف على حس نزول. في رايك هو هيستفيد ايه من ده؟ هل هيعمل عمليه حرق اسعار فيخلص المخزون اللي عنده بسرعه؟ بالعكس، ده هو حضرتك يعني بسيط جدا، بس هو انت عارف حضرتك في شباب بيحب الاعلام ان يقول تصريح كده، فهو برضه يعني هقول لحضرتك انا النهارده بختار قنوات معينه اتكلم فيها احتراما ليها واحتراما لنفسي. الله، لان في حاجه بتمس الاقتصاد وحاجه بتمس البلد. ما ينفعش اقول ان الاسعار هتنزل وانا مش عارف. الحاجات دي بندرسها. لو حضرتك المكالمه بتاعت اللي فاتت، انا لما قلت لحضرتك في ناس كانوا ساعتها بيقولوا 30 و40، وحضرتك حتى قلت لي ليه ما تنزلش كذا، صح، قلت لك لا في ظروف للسوق تحكمه، صح. فالكلام بيدرس، يعني بدرس الكلام ده وبشوف الجو. انا كمان بختلط بالناس وبختلط بالتجار والمصانع. انا بتصل بالمصانع واقول له طب الاخبار ايه، طب الدنيا رايحه فين، طب واصلين لايه. في متابعه للسوق وللمصنع، وصدقني اللي جاي افضل، وبقولها بكل ثقه يعني. وانا طبعا اتمنى 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 الاسعار تنزل، مش 30، اتمنى تنزل 50 كمان. ايوه، لانه ساعتها السوق هيبقى نشيط وكله هيشتغل وكله هيبيع والناس هتشتري وهي مبسوطه وكله هيبقى تمام، يعني مفيش حد يكره. اكيد. لو في مصانع خلاص نازل شغلها كمان اليومين الجايين دول، مصانع جديده هتصنع في مصر هنا على مستوى عالي، وخلاص يعني الانتاج هيبتدي ينزل. انا كنت قلت لحضرتك في النص الاولاني من 6، هم على اول 6 هيبتدي منتجاتهم تنزل. تركي مش كده؟ نعم، تركي. تركي وصيني. تركي وصيني، بس الصيني عالمي بقى اللي هو بيدي لا ما انا عارفه. ده هينزل في شهر 6 برضه، نازلين في شهر 6، وبعدين دول واخدين الرخصه الذهبيه من دوله، دول خدوها من رئيس مجلس الوزراء على طول. شركات على مستوى كويس، شركات كبيره، فده شيء مطمئن. انما كل حاجه في وقتها يا استاذ يوسف. طب الكوري يعني مش ناوي يصنع هنا برضه ولا ايه؟ والله لا، ما هو الكوري موجود حضرتك، موجود في الثلاجات، هو موجود في التلفزيونات، انا عارف، موجود في الشاشات. في مصنع معمول في بني سويف. مع حضرتك انا يعني الشركات بتخليني اروح ازور الكلام ده.
المصنع ده مش يعني هو مصنوع هو في بني سويف. لما تروح المصنع انت كانك في اوروبا، كانك في كوريا نفسها. ايوه. خطوط الانتاج والتجهيزات اللي حاصله على مستوى عالي، لكن حقيقي ما عنديش سبب اقدر اقوله ايه اللي موقفه. يعني لحد دلوقتي ليه ما نزلش؟ هو المفروض بينتج الثلاجه والغساله على برضه يعني على مراحل اجهزه الصاج. أيوه. احنا بنسميها المعدن. هو المفروض يشتغل، هي الشاشه شغاله معاهم كويس جدا. بيصنعوا وبيصدروا. جدا. الاثنين بيصدروا. صحيح. لكن في مصر فعلا هتشتغل هتشتغل. وبعدين انسي برضه اقول لحضرتك في شركه كوريه كبيره في السوق من فتره بتصنع دلوقتي الغساله هنا. حلو. وبتفكر تصنع الثلاجه في الفتره اللي جايه. الله ينور. فالايام اللي جايه افضل. حضرتك الرؤيه للي جاي صدقني مش بقوله يعني بجامل الناس ولا بجامل الشركات، لا انا عشان في السوق فاهم. الفتره اللي جايه الاجهزه الكهربائيه تشهد طفره كبيره جدا، وان شاء الله نكون من اول الدول المصدره للاجهزه الكهربائيه باذن الله. باذن الله. شوف يا جورج بيه، انا بحبك وقلت لك كده على الهواء، وقلت لك كده لما كنا بنعيق لما عيدت عليا، ربنا يخليك يعني واشكرك والله. لانه زي ما قلت لك قبل كده في بيننا علاقه تاريخيه زي بيوت كتير او زينا يعني، والدتي ربنا يديها الصحه يعني، بيوت كتير فاحنا كنا بنجي لكم. ومن ناحيه ثانيه عشان دايما بتقول لنا الكلام عاقل موزون منطقي وبوضوح، فعشان كده احنا دايما نحبك ونحترمك جدا، واشكرك جدا على الكلام الرائع، واشكرك جدا على التوقعات الاروع باذن الله سبحانه وتعالى. اشكرك يا فندم. وشكرا يا فندم. لا ده احنا اللي شكرا. كل الشكر استاذ جورج سيدرا رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بالغرف التجاريه بالجيزه.